متأكد 100% بالأمور اللي عندك، معك حبل، معك لستك، معك، لأن سبحان الله يقول لك الغريق بيتمسك فيك خوف بقوة 10 رجال. نعم. يتمسك فيك والله بعد يفكك لو إيش. ليش؟ لأنك يشوفك أنت بعد الله نجاته. صح. أنت جيت أنت اللي باقي بيشوفك نجاته. حتى دائما يقولون إذا بتنقذ تنقذ من وراء، ما تجيه من وجه يومك عشان لا يلف عليك. لا صار بيغرق وتحس تخاف. دقة بس على مؤخرة رأسه من هنا. كثير سوالف تصير في استراحات. أنا السالفة دي كل ما سولفت مع واحد قال والله أنه صار في استراحة. صح. كثير تصير في استراحات، صغير يطيح اللي يجي ينقذ أصلا ما يعرف يسبح، بس كذا أخوي ما يتحمل في يطيح ويزيد ينشب معه حتى هو، فزي كذا اهدى اهدى إذا صارت لك زي كذا، زي الله يحفظنا زي هذه المشاكل، اهدى اهدى وفكر. أولا وأخيرا هو قدر، يعني الله سبحانه هو مقدر، الله سبحانه وتعالى على هذا الشخص، الله يغفر له ويرحمه، وكان يعني عبرة للموجودين حرصا برضو. ان انت طلعت بكذا فائده، انه لا 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 تساعد الا انت عندك الامكانيات والقدره، ولا ترقي بنفسك انك تحب زعم انك تبي تساعده وبعدين تهلك. صح. نفسك وتهلك، تورط نفسك بدل تكون سبب هلاكه هو، فهمت علي؟ وهلك نفسك. وبناء خلصت ابو عبد الله؟ تدري تفضل اخلص على القوع عشان بطلع لكم بس بموضوع القدر موضوع ثاني. اي انا عندي تعليق بسيط بس كمان بعدين. طبعا انا احب السباحه وسبيح، يعني سبيح يعني ما الحمد لله، يعني ما شاء الله، فيا ما انقذت حاله الحمد لله، انقذتها في المسابح وانقذتها في البحر والحمد لله. ولكن يعني نصيحه لوجه الله، لاني مريت بها وشفت ناس مروا بها جنبي، ترى سباحه البحر مو مثل سباحه المسبح البرشه. اكيد انتبه انتبه، في ناس كثير متهورين، ترى اللي ينقذ في المسبح يحسب انه يقدر ينقذ في البحر، ترى الموضوع يختلف تماما. واللي يسبح في البحر او المسبح، ترى سباحتك تختلف في البحر. صح. انتبه انك خلاص تحسب ان قدراتك عاليه جدا، وانه انا واو، وانه انا ما ادري ايش السالفه. لا، ثالث حاجه نصيحه، اللي بينقذ يعني خلاص انا حط امام امر واقع وعنده احترافيه عاليه وبينقذ، لا يكون عليه ملابس ثقيله. نصيحه ثقل، ويمكن هو يمسك قصدك، يمكن يمسكك، يمكن تثقل انت خلاص، تعرقل عليك في الحركه، ما عاد تقدر تسوي شيء. زي ما قال أسامة، تجي من وراه تضرب على راس هنا، تسحبه، ما معك إلا زي كذا. أسامة قبل شوي سوى حركة أنا دائما أسويها أصلا، أعتمدها في أي مكان. أنا بالنسبة لي علي أني أغطس تحت وأحاول أدف، إذا ما عي أتجاوب معي نهائيا مرة، أسوي إلا كذا. إي ما في تجاوب من الإنسان، فترى خفيف في الموية تقدر تدفه. واحد بس الموج يختلف تماما. واحد من عندنا من القرية أنقذ 3 من بناته ومات هو، صلى الله عليه وسلم. الله، لا هذا الثاني أسمري مسقوي برضو، أسمري ينقذ بناته والله يا جماعة. طبعا في دوامة قريبة من معروفة. البحر قريبة من البحر، مو عميق أصلا المكان اللي هم فيه، يا الله. بس إنهم ما قدروا يطلعون منها في دوامة كذا، والله إنه يدخل يشل واحدة ويطلعها، ويدخل يشل الثانية ويطلعها، دخل يشل الثالثة ما قدر يطلعها، إيش سوى؟ قام دفها بس إنها اطلعي من ذا المكان. إي والله حاول يطلع هو ما عاد قدر. اي والله وتوفي، صلى الله عليه وسلم الله يرحمه. هو نفس السالفه بعد ما انقذ بنات الثلاث، نفس السالفه. لا هذا عندنا في قريه، في واحد اسمر ياس الله يرحمه ويغفر له ويدخل جنات النعيم، طبعا انا اعرفه يعني قرابه وكذا. الرجال في الشقيق اتوقع، في جيزان والله ما ادري، لكن اتوقع انه في الشقيق. بناته كانوا في البحر وكذا، وشاف انبعدوا ثنتين من بناته، يوم شاف انبعدوا راح نزلوه، نزل لهم بطيب، يبغى يجي ما يبغى يقول يلا اطلعوا، لا 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 لا، نزل عندهم وسحبهم قال يلا هاي روحوا. تخيلوا رايحين، قدم بس شوي يدورون راح سحب الموج هو الحال. شوف سبحان الله كيف القدر، رجع بناته وراح. اخ سبحان الله، شوف بس الله يرحمه ويغفر له من هذا الموج. وعلى اللي ذكر أسامة مسألة انه اذا ما انت واثق بنفسك لا تخش، او اذا ما انت واثق انك عندك كمان، المبدأ الاساسي اللي كل يوم يطلع لنا البيرسونال سيفتي، الايه البيرسونال سيفتي، سلامتك الشخصيه. سلامتك الشخصيه، اذا انت عندك 1% شك انه مغامرتك او انقاذك لشخص راح ياثر على سلامتك الشخصيه، لا تدخل. انت تعتبر اصلا اخليك مبدا من مبادئك والاشياء اللي يعني انت دارسها كطبيب طوارئ. لما تدخل وانت عارف انك حتسبب للي يجي بعدك انه ينقذ نفسين بدل نفس، فانت المسؤول. ما تدخل خلاص حريق، لا قدر الله. اذا ما عندك حاجات السلامه، اي اذا عندك شك واحد انه دخولي الان في بنقذ شخص ممكن اغرق معه، او شخص لا قدر الله في حريق ممكن انا اتضرر معه وما اقدر اطلع نفسي ولا اطلعه، لا تدخل. لانه في النهايه لا قدر الله، لا قدر الله خساره نفس ولا خساره نفسين.
عشان كذا انت يعني من اهم بعدك الاساسيه انك ما تدخل الا انا حصل لي موقف نفس الموقف على سلامتك الشخصيه حصل لي موقف انه طفله صغيره والله انا يعني كان انا وقريبي فيها داخله وسبحان الله انا اطل فيه كذا فقاعات في المويه اطل انا مستغرب لسه اكون صغير يعني زمان الحمد لله من زمان اسبح طبعا حتى فكره السباحه اغلبكم يمكن يقول لك اللي يدف اخوه ويغرق ويتعلم السباحه بعدها انا ترى من جد نفس الطريقه دي اخوي عبد الرحمن في نادي من النوادي دفني وتعلمت السباحه خلاص صرت اتعود خلاص اتعود اللي تعلمتيه تكسر حاجز الخوف المهم وانا ماشي واطل والله فيه في فقاعات تطلع زي كذا اطل والله في واحده جوه المسبح مسبح مو بحر ايوه مسبح وادخل وانادي ولد عمتي كان جاري الله يذكره بالخير بدر اسمه كان 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 جاري كده هو يعني رايح على الشقه وانط ادخل وانا سحبت شعري صغيره صغيره اي صغيره سحبت شعري طبعا انا يعني مو لديك الدرجه في الانقاذ لسه ما كنت اعرف بس انه ابغى اسحبها يعني فاهم ترى الانقاذ له طريقه معينه انك يعني حتى السحب ما تسحب من الشعر ما تسحب من هذا تسحب من تحت عشان لا يضربك على الاقل تطلع راسه ياخذ نسبه ايوه لانه هو متوتر هو متوتر وانت نازل تبي تسحب ف الله يجيب العافيه المهم سحبت والله انضربت وقتها يعني صح انه صغيره بس انه رفست ما ادري ايش وده واطلع الا ولد عمتي والله ناقز فوقي من فوقي ما شاء الله يسبح ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك يسبح من قلبه والله يسبح من قلبي هذول اللي تعرف ايش فانقذها ما شاء الله تبارك الله انقذها ما شاء الله تبارك الله الحمد لله فارس رغم انه كان الله يشفيك كانت على شفا حفرة من الموت تخيل عندنا ما علي انا بايك قبل سنوات تخيل انا بايكم داخل دحين يجي دحين تخيلوا عندنا قبل هذه غيروا سيره البحر والسباحه لا بنت انا مشتاق بنت عمتي كان عندها متزوجه وكان عندها بنت صغيره وتخيلوا هي الظهر ايامها كانت يعني على وشك ولاده ان شاء الله بولد ثاني وزي كذا فراحت للمستشفى وكانت تركب بنتها الصغيره في البيت هم ساكنين كذا يعني زي ما تقول في جزء مع عمتها ام زوجها فالظاهر انه ولد والله ما اعرف تفاصيل القصه هي كانت عندنا بس هي اليوم ما اعرف تفاصيل بالضبط يعني مره عندنا قريبان راح ولد صغير ولد يعني عمه البنت اللي هي اخت الاب فهمت راح ولدها الصغير دخل جوا كان صغير يلعب بالكبريت بالنار الظاهر انه ولع النار ورماها في الغرفه وطلع البنت كانت صغيره في المهود اي ما حد عندها تخيل النار الله المستعان كبرت بنت صغيرة يمكن على سنة أقل من سنة لين احترقوا كامل جو يحاولوا ينقذونها دخل عمها آخر شيء طلعها بس طلعها ميتة يا الله تخيل المشهد أنا جيت والله دخلت كذا الحوش وعمها طالع والبنت الصغيرة في يده طلع مع الباب كذا على طول نهار عند الباب طاح والبنت في يده وابوها طبعا ما يدري سبحان الله تخيل والله ما أدري كم على سنة أقل من سنة كان فكذا عمها أذكر والله أذكر مشهد لنا الحين قدام من يوم طاح عند الباب وهي في يده يا أخي الله المستعان فتحسوا كذا ايش يقول يعني اخوهم راح ايش يقولوا الحين يعني ما يدري ايش اللي حصل بنته الحين في اخ سبحان الله انا بس سبحان الله عنده ولدين بعدها ما شاء الله لذلك سبحان الله الغريق والحريق يعني هذه جالهم ولد بس الولد ما لحق على اخته الظاهر يوم بعدها بيوم او يومين جاء الولد سبحان الله اخي يا عيال الغرق انا في رمضان والحريق والهذا انا والله ما اقاطع كلامك انا شفت مشهد والله قدام عيني تخيل العمارة كلها تنحرق والله في واحد يا جماعة الخير من الشبابيك ومن هذا قاعد ينقص ما شاء الله تبارك الله من الشبابيك ينطني في الشبابيك لين طلع شقة والله جد ورب العباد جابوه كمان صوروه وتصور مع في شو اسمه قنوات الدفاع المدني في جدة ما شاء الله انقذ الطفلين ما شاء الله تبارك الله اي والله في مواقف بطوليه يعني ما شاء الله تبارك الله لبعض الناس في مساله الانقاذ الله اي والله معليش انا في جده في رمضان برنامج القبلي في رمضان هذا الحين اي المكان اللي كنا فيه المنتجع كان فيه مسبح كنا على البث مباشره جايبين العاب وكذي فكان اضطرنا ننزل المسبح فنزلنا انا
متسابقين الماي. أنا أعرف أسبح، بس بالله أحيانا تصرف خاطئ من رفيجك اللي معك يوديك في 60 داهية. أنا جاي من وراه وعبالي أنه جاي أغرقه، فوقفت عنده وقاعد أسولف وياه. كان رفيجنا التونسي أحمد الله يذكره بالخير، فعبالي أنه جاي أغرقه. فمر شون وأنا أسولف مرة واحدة قاعد أسمع ماي قاعد يدخل في حلجي. حلقك؟ إيه، نزلني وأنا قاعد أتكلم، فما في مجال تصك حلجك وانت تتكلم. الماي سبحان الله مستحيل ينصك الفم وانت تتكلم. نزلت تحت طقيت ريلي اول مره وطلعت فوق. ما شاء الله عشان الطول كمان ساعدك. اي طلعت فوق واخذ نسهم ورجعني مره ثانيه. يا رجل هو ما يدري ان انا قاعد اغرق، رجعني مره ثانيه. اللي على يساري سعودي صغير ما في الا هو، واطقه بيدي عشان ابي نسم، بس انتهى النسم اللي داخل هني ما في ما في، ابي اتنفس مو قادر. ونزله تحت يحيى ما كان يعرف يسبح، واطقه مرنا يحيى عبالي هو التونسي. لما طقيته كذي طلعت فوق خذت نسم، نفس الشيء رجعني تحت داخل. الرابعه طقيته تحت، في فوق ناس قاعد يشوفوني، هو عموال كان يسوي الشاي ولا، وفي المخرج مسوي فوكس على وجهي. انتوا هوا كذا انتوا هوا؟ ايه المخرج عبالي انت قاعد يقول لي شنو، عبالي قاعد تغشمر. بس المره الرابعه بان على وجهك ان انت انتهيت، فطلع اخونا المصري متسابق بعد نزلني كذي تحت. بس انا هني قاعد اشوف الحافه باقل من نص متر، بس تعرف اللي تبي تسوي وده بس ما هو قادر. بس انتهيت شافني المصري نزلت ويدزني، ولك بس دزني ابي اوصل الزاويه باخذ نسم. انتهي 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 والله العظيم صدق لا قلت لك تشوف الموت. لا اله الا الله اقسم بالله العظيم. هاي اقول لك شيء، انا الحين شفت الموت هاي معنا انا اعرف اسبح وفي اخر نفسي. بس هذه شغله مهمه، انا حصل لي نفسي طويل تحت الماء. انا في اشياء المزح هذا من البحر، انا اوقات ما كان الصيد مسموح طلعت انا والله يذكرهم بالخير هيثم الحاني وعبد الله محضار وخطيب وعبد وكم واحد كذا من الشباب. فبعد احنا طبعا نطلع في الليل، تطلع الى الصباح الى الفجر، ف اشرقت الشمس قلنا ايش ندخل وندخل نسبح شويه في منطقه كده مسموح يعني انه تسمح تسبح فيها. واسبح انا اعرف اسبح ما شاء الله الحمد لله يعني، فالمويه حسيت اني ثقيل. انا مستغرب يعني من نفسي في ثقل في سحبك. ايوه في شيء يسحبني ثقيل بو 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 ثقيل والله العظيم. اول مره احس بثقل، فطلعت بالقوة حط راسي زي كده أخذ نفس وارجع تاني. الموية ثقيلة وجسمي ثقيل، أنا مستغرب من نفسي إيش الموضوع. وبعدين نص البحر يعني بعدين تقول نص البحر تقول مين أخذنا مسافة عن القارب فاهم يعني، دحين ما يخارجك إلا لياقتك ذراعك اليمين ذراعك ورجولك على قولة برسيق يمناك. أيوة في السباحة ذراعك ورجولك ثباتك في النفس، كيف تاخذ نفس توزن نفسك توزن نفسك ودنيتك هذه في السباحه. فاللحظه دي كان فجعت انا ايش في ايش الموضوع. وبعدين بعدها المصيبه العظمى انه في الليل لا الصباح هذا في الليل بعدها المصيبه العظمى يعني في نظارات يمديك تشوف وكذا تنزل تحت منظر رهيب 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 بما تعني الكلمه. لما نظارات تطل تحت كذا المويه تشوف السمك تشوف الدنيا. طبعا واحد من الشباب معاه شو اسمه مسدس الصيد كان اللي مسموح فيه. ف المصيبه العظمى انه قنديل البحر جاء ميلسع قنديل البحر هذا اللي الابيض هذا اللي انت شايفه ما يضر شايفين في ما يسوي حكه بس يسوي حكه قويه ايه؟ كانها لسعه اي يحمل لك جسمك هو يسوي حكه تخيل بس في الجسم. تخيل جاي مجموعات كذا وانت يلا حادب مع ربي شباب قبلي انا ايش خارجني دحين هي متى اروح الحق والله ترى
تحس بمتعه بس انه خوف اللحظه ذيك انفجعت شباب ما شاء الله تبارك الله راحوا مسافه روحوا وانت لسه الحمد لله انا لا خرجت نفسي بس جاك شيء منه لا لحقت اني شردت والله ترى لو ما شردت اقسم بالله مشكله ترى جسمك يحكحكك وتلسيم هو يجي تحت في ارضيه في المويه كده يسوي زي كده شايفينه احنا شايفينه ويشيل اللي قدامه اي شيء يلسع اللي قدامه خلاص يلصق في اللي قدامه انا اذكر جيت لاول يوم لي في النادي فجيت نادي سباحه عندنا وكان 3 متر تقريبا 3 متر 2 ونص انا اصلا ما اعرف اسبح بس نزلت المهم وماسك بالسياج والمدرب كذا جالس على كرسي على الطرف كذا على طول هنا انا وهنا عنده قلت الحين انا اقول له قل له الحين لو تركت السياج كيف برجع اطلع فوق قال لي عادي تنزل تحت لين الارض تدق الارض وتطلع فوق بتطلع اي هذا لما يعلموك شوي انا ما اعرف طيب ولا ادري شيء المهم انا اتحمس بعدين ان شاء الله قلت انا طويل يعني طولي بيساعدني ايه؟ ومدي يدي للاخر وانزل مويه بس ماسك يدي وفك كذا يوم فك كذا انا ما قدرت اطلع نفسي اساسا دنا فين رايح انا رايح تخيلت وضعه والله العظيم والمدرب على الكرسي برا الله ما يدري عني اسوي انا والله صرت اتخبط في انا والله العظيم اقسم بالله شفت والله رعب والله لحظه رعب لا انا اللي برجع امسك ذا ولا انا اللي وصلت للارض ولا انا ليش اسوي انا والله صرت اتخبط ما اعرف كيف سويت مسكت برا في الغرق وميدي دي فوق مسكت بذا الحديده طلعت راسي له كنت خاص مع دبو لما طلع والله ما دخلت عنده يوم ثاني جديد والله ما دخلت من يوم محمد تعلمت سباحه من يوم ما عاد رجعت عنده ولا عاد بيسبح يا اخي شوف قرب مني الهمه هي اللي تخليك انا صديقي تسبح قرب اخوي اصيل بقول لك في اشياء مشتركه اخوي اصيل اي والله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يعني شوف وبدايته في السباحه شلته معايا كده مع مين اصيل اصيل اخوي شلته معايا مع تحفيظ كده وده يعمل المركز الصيفي وكده وده ما شاء الله تبارك الله يعني حبه حبه كان يقول لي عادي ايوه علمني صح انه ونفسه يروح هو اخوي اصيل مشكلته انه كمان في النفس يسوي يا الربط انا دي لما يسويها انفجع منه يسوي فاهم لما يطلع فوق اقول له اصيل اهدى خذ نفس اهدى فيرجع ثاني مره يفجعني فصرت اقول له لا تجي عندي فمسكوا واحد من المدرسين يعلم فتعلم شوية إلين ما شاء الله تبارك الله صار يروح مع أصحابه مسبح لحاله يروح يسبح لحاله وكذا هي حبة أنت لا تستعجل صراحة لا تقول مرة واحدة بأسبح ما ينفع سباحة سباحة شيء ممتع يا أخي أنا أخاف من نصها الخوف ممتع. من البحر بشكل ايوه. نصها ايه. الخوف شيء ثاني ثاني شيء ترى مهارة بس المويه الرجوع إذا صرت وصلت مرحلة مويه هنا خلاص أوقف أقول لك شيء ثاني شيء هي مهارة يعني في أنواع كثير للسباحة سباحة الحرة سباحة الفراشة سباحة الظهر سباحة في تحديات يعني مو شيء بسيط وأصلا كمان يا أحمد يعني حركتك في المسبح أو حركتك في البحر لها دقة يعني مو إنه مو إيش حركة هذه لا ما يتكسر لها دقة كيف رفعتك ليدك كيف نزولك فهمتني كيف تنزل كيف تحرك يدك أنا الحمد لله يا ربي لك الحمد أنا أسبح والله واحد من المدربين قال لي ما شاء الله تبارك الله يعني يقول لي اللهم بارك أنت في الحر ما شاء الله تبارك الله عليه والله أنا أيام التحفيظ كنت أحب اللي يقول لي يلا تحدي في السباحة سرعة غالبا كم يأخذ منك تدريب على السباحة تدرب عليك أنت اسمع ها انت خليه يقدم لنا دوره في السباحه اسمع على حسب ما انت تحبها ولا ما تحبها اذا انت ما حبيتها خذ مني خذ راحتك حبيبي اذا انت ما تحبها يا فيصل خذ مني ما حتستمر لا مو قصه ما احبها بس انا عندي كذا شوف انا فوبيا بقول لك شيء تدري ايش دائما كنت اتكلم عليها الله يكفينا وياكم كل شر ويطول بعمرنا على طاعته اقول لهم اتخيل انه اسوء موته ممكن يموت الانسان غرق في البحر وفي الليل انا اخاف من البحر في الليل اني امشي في البحر شفت الحين وقفت في الليل اني اسبح في البحر سباحه في لا مو سباحه ما اسبح في عرض البحر في الليل ما صيد بس ما اتخيل صيد كذا انا البحر في الليل هذا عندي منه عقده انزل على الشاطئ اقول لك شيء يا فيصل اروح لها اقسم بالله العظيم اجمل وقت جلست في البحر في الليل وفي نص البحر اوف لا مع القارب اقسم بالله جو ايش وضعك انت والله يا احمد اتكلم معك جد بحر تخيل ترمي الجلب
عشان تصيد سمك يعني السناره يعني السناره زي السناره بس احنا نرمي نحن نرمي جلب وفي يدك قلفز قفاز عشان تصيد بعضهم معاهم سنارات تقول لي قفاز طبعا قفاز ماسك جونز هذه عندنا لا لا طيب اقول لك شيء بعضهم ايش يجيبوا معاهم سناراتهم لا احنا ما ليش عشان النقر نقر السمك تحس بالنقر فاهم تحس السمكه تسوي في السناره مو في السناره في نفس الجلب اذا كان في يدك ايوه في يدك تحس بالنقر يعني فيها متعه اكثر فاهم تحس انه في احد دقك فانت تسحب على طول السحبه هذه هي اللي يشبك الشنكل فيه دهم السمك اي خلاص يمسك الـ يمسك الـ وين ما صادونا ذا دهم السمك بسرعه اي زي كذا فخلاص ترفع السمكه موجوده بس شوف النقر هذا هي الدقه في النقر يعني تصيد انت اصيد ايه النقر 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 كذا لا يعني حي ثاني ايوه كذا تحس انه واحد دقك بشوي ايش هي ما تيجي تاكل تاكل الطعم ايه تاكل الطعم انا اثنين من عيال عمي واحد واحد من عيال عمي متعه 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 مشتري بشكل مش طبيعي كل جمعه وسبت البحر ما شاء الله تبارك الله حتى في قدم سبتين من اجازه والله كل وقته في البحر انا مرتين رحت والمرتين استمتعت لا بس نصيحه ده. اي واحد بيروح يصيد يا جماعه الخير يشرب دواء دوار البحر ايوه دوار البحر ولا يكون ولا يكون بس يا اخي تخيل ولا يكون اكل حاجه في حموضيه ولا شيء انا تخيل المشهد كذا في البحر في نص الليل والله صراحه دواء صغير الحياه كلها ذا القارب انت نزلت انتهى الموضوع يا اخي الحين اللي معك اصحابك ينزلون يسبحون في الليل في البحر لا لا في الليل ما حد يسبح والله في ناس سبحت بس انا ما بس خطر والله خطر ايش رايكم شباب رعب يا رجال استعد للفجر وصلي الوتر الساعه كم خلاص ما بقي شيء خلاص